يكون فوق الميه هيموتوا فعلا. احنا لسه جايين ده كله ميه يعني كان عين من جوه غرقانين ميه. ده اعتدى عليه البلطجيه. دوت واحد من الناس اللي اعتدى عليهم بلطجيه، وبرده الاخ دوت برده من ضمن الناس اللي اعتدوا عليهم بلطجيه. غير ثلاثه ضربوا مطاوي في البطن، جحور بين جروح سطحيه وجروح عميقه. دلوقتي الاثنين بلطجيه في الناحيه الثانيه. عرفتوا اساميهم؟ مش عايزين يتكلموا، عمالين يهرجوا ويعيطوا وعمالين يقفلموا على بحيث ان يطبعوا على الناس، لكن الناس ماسكينهم بالاسلحه بتاعتهم وشايفينهم. مش عارف اخش جوه تاني. انا هم حوالي من 10 ل 15 مصاب اللي احنا عالجناهم واللي احنا شفناهم، لكن الحالات اللي واصله بيقولوا حوالي 27 واحد. معلش انا عايز تعبان. احنا وصلنا حرامية أربعة دخلنا جرينا وراء من شارع البنك تفرع من شارع طلعت حرب. جرينا وراهم يا جماعة، احنا ماشيين غلط فروحنا وراهم، لقيناهم فوق في بيت مهجور من جنب البنك ورا البنك. فجرينا وراهم وكان معانا جميل، كان معانا كمان خمسة صحابي. المهم رحنا هناك لقينا فيه اتنين بس اللي بيضربوا علينا طوب. خمسة مننا اول مصابين، اول خمسة مصابين منهم العين اللي قتلها. خلاص كفاية دكتور. ده عشانك انت معلش، عشانك انت استحمل. خلاص اتني كده معايا، اتني وقف لسه احسن الاول. ماشي عشان واحد شرابات تعبانه بسرعه بقى. محمد ايه مره واحده خلاص. طب ليه قلت كده في الاذاعه؟ الف سلامه يا ريس، ربنا يعينك. ده عشانك انت. لا 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 لا، لازم تستحمل. لازم تستحمل انت بطل. لا لا، عالفيس لسه هيروح الفيس. بس بعد حاجات شرطه والله العظيم. ولا انا بعد اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ سيد ستارك من خالد العوضي. خالد ولا سيد يا جدعان؟ بطل شد حيلك. خالد كده ترد. خالد سيد اسم حضرتك؟ احمد. ايه يا احمد؟ ماشي يا احمد، شد حيلك ومعلش. ايه ده ايه في ايه تاني؟ ودي يا جماعه الهوي، شد حيلك الهوي للناس دي. ربنا يعينك يا جماعه. الله يديك الصحه والف سلامه على الشباب. ربنا يديك الصحه. بعد اذنك كلمه كده. الاصابه خالد العوضي. اوكي شد حيلك. خالد سيد. خالد ده عنده كم سنة؟ كم سنة خالد؟ عينيك ايه؟ عينيك توجعه. بطل دكتور. نعرف انت تعبان، اسمك بسرعة بس معلش. محمود صبر السيد. هو جاي لك اهو. محمود الإصابة دي في عينك يا محمود؟ ايوه. كم غرزة؟ خمس غرز لسه عملها له بالتجميل. بس هو دلوقتي عملها له يعني حاجات مؤقتة حاليا عشان في كذا حاجه تانية بيخلصها، وبعد كده هيرجع. لان هو قال لك هيقعد ساعه في ايده عقبال ما ياخد له التجميل ده. مش محتاج يروح مستشفى هنا؟ لا هو الدكتور هيعملها له هنا. ممكن تكتب كده الورق يعني؟ الله هنعملها له هنا. يا جماعه ما توسعونا، ساعدونا يا جماعه، ساعدونا بعد اذنكم يا جماعه، ساعدونا يا جماعه. يعني هو قال هيعملها له هنا يا جماعه بعد اذن الناس، ساعدونا حاليا بس. ايه لان مش هيروح مستشفى، هو مش هينفع ينقله عشان لا نزيف ولا قطع حاجات زي كده. ممكن مستشفى خالص. لا ما فيش حاجه. لا هم هيعملها له هنا. هو قال بس انا على ايدي كام حاله اخلصها وبعد كده اروح جاي راجع له تاني. المشكله اللي دوت يعني الجزء اللي دوت لو خلص الشهر الاسد العيني ده جاي معدي البلطجي راح جاي فقع بالسكينه او مطف تحت عينه كده. اسمه محمود. اسمك ايه؟ اسمه محمود صبري. محمود صبري سيد منصور من المنصوره. يعني هو مالوش في اي حاجه، يعني ما لاقوه مثلا كان واقف ولا بيتخانق ولا اي حاجه. هو العدل لابد يتحقق معاها وتشوف مين اللي وراها. ما هو المفروض يعني لازم يتحقق معاه وشوف ايه اللي وراها. لازم يعرفوا. المفروض نشوف مين هو. اكيد تبع فتحي فروع ادم السيده زينب. المفروض حاجه زي كده. بص شايف انت، شوف انت عامل ازاي. الله يخليك. طبعا ما فيش الدكتور يخيطها له خياطه عاديه. قال لك عايز يعمل له تجميل. انت فاهم؟
هو اهم حاجه الله يطمن على عينيه يعني عشان ما خدوش بس خدوه بسيطه بسيطه ما فيهاش حاجه بسيطه الحمد لله الحمد لله ما فيهاش حاجه امان واللي جوه دي امان اللي هو الله تعالى بيكسر برضه في الدنيا برضه ضربهم منين دول هم الاول يعني من شهاده زينب خلي بالك لا لا هم جم الاول من شهاده السيده بصير جم احنا مش عارفين وفي واحد نام على طاقه تحت النار بسرعه وصلنا قبلك طيب معاك الشنطه بتاعتك اللي هو الصح اللذيذ يدي فلوس وخش وموته في اللي جوه اه والله الله نعمل وكيل فيه يعني هو اول واحد يخش لنا حق ما انت عارف شفت الاثنين اللي فاشلين منها بسلاحه تموت الناس ضربوا كده بنعالجهم يا حاج لو اتعوروا واخرتها يعني هناك بتعالجوا والله ما هم هناك بيتعالجوا واخرتها اتفضل يا دكتور حضرتك اسمك جيب له حاجه ثانيه لا الحمد لله ما فيهاش حاجه بس الله يبارك بس النزيف وقف 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 اه لا يا حبيبي شوف اللي هنا امير ماشي انا بشوف امير امير اهو امير اهو قولي الامير امير هات الصلايه خلاص خلاص لا هي خلاص خلاص يا امير هات الصلايه مفتوح دي الكلمه تعالي لا لا انت الصلايه اه يا ابو جيب لي تلج اسمعك سهل حتى من الايس بوكس بسرعه بس خش اجيب لكم بس ده معجزه اربعه بتنزل انت عايز حقنه استنى بس استنى هي لسه هو الدكتور كان المفروض يخلطها له اللي هو كشف عليها من شويه خلي بالك سواء الله انا هسيبها لك شويه عايزين خطه ننزلوا ايه ده احنا عايزين 6-0 6-0 الشنطه بتاعتي فيها 6-0 شنطتك فين؟ هتلاقيها جوه هتلاقيها على جنب انت عارفها طبعا فيها انبوت 6-0 مالك؟ لا ما تخافش لا ده جاي لك خطوه بقى خالص خد شعر كلها بعد اذنك نطلع بره شويه نرجع لورا بعد اذنك نطلع بره